بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد. مما يشوه به صورة الإسلام قضية المرأة عامة وقضية الميراث خاصة، والنظام الإسلامي في الميراث هو من معجزات الإسلام وليس مما يؤخذ على الإسلام، إلا أنهم وقفوا عند قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، واعتبروه تمييزا ضد المرأة، وطالبوا بالتساوي، ونحن لا نريد التساوي ولكن نريد المساواة. والفرق كبير بين التساوي والمساواة. التساوي لا وجود لها في الكون، لا يتساوى من ناحية المراكز القانونية، ومن ناحية الوظائف، ومن ناحية الخصائص، الحاكم والمحكوم، ولا الغني ولا الفقير، ولا الرجل ولا المرأة، ولا الطفل ولا الكبير، ولا الصحيح ولا المريض، وهكذا. لا، ليس هناك تساوي عددي رقمي، لأن التساوي الرقمي قد يخفي وراءه ظلما، لكن المساواة في الحقوق وفي الواجبات، المساواة في الأداء، المساواة في المواقف، هذا هو الأساس وهذا هو الأمر. للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا تعميم يدل على سوء النية أو على عدم الفهم. للذكر مثل حظ الأنثيين هي في حالة واحدة، وهي الأخوة، الولد والبنت أبناء الرجل أو أبناء الست، أو الأخ والأخت وهم في حالة الأخوة، هنا للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى رسم المغنم بالمغرم، رسم المدخلات والمخرجات، فهذا الرجل يأخذ ضعف أخته ويتحمل ديتها، ويتحمل نفقتها، ويتحمل زواجها، ويتحمل عيالها، وهكذا. لكن الأخت لا تتحمل على أخيها لا ديته ولا نفقته ولا زواجه ولا شيء من هذا. إذن فهو ترتيب المقصد منه توزيع المدخلات والمخرجات. تخيل هذا الأخ إذا تزوج دفع المهر، وهذه الأخت إذا تزوجت أخذت المهر. تخيل أنه إذا انقطعت الميرة عن أمه أو أبيه أو أخته، فإنه هو الذي سوف يصرف عليهم. إذن فقضية الميراث ليست منعزلة عن قضية الخصائص والوظائف والمراكز القانونية، إنما هي شريعة كاملة متكاملة. لا يجوز أن نقول فويل للمصلين، أو لا تقربوا الصلاة، أو نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. هذه واحدة. الثانية أعجب من ذلك، ويدل ذلك على أن الإسلام لم يميز ضد المرأة، أن هناك من النساء من تأخذ ولا يأخذ الرجل، وهناك من النساء من تأخذ أكثر من الرجل، وهناك من النساء من تأخذ مثل الرجل. فأين التمييز ضد المرأة؟ هيا بنا نرى كيف يتم ذلك. الأب والأم
إذا مات شخص وترك أبا وأما وأولاد وزوجة وكذا إلى آخره، الزوجة هتاخد التمن والأب والأم كل واحد منهم يأخذ السدس. الأم دي مش أنثى، خدت مثل الرجل سدسا، هذا سدس وده سدس، يبقى هنا المرأة أخذت مثل الرجل. المرأة كانت زوجة لرجل عنده 9 أولاد ذكور، أم الزوجة تاخد التوم وكل ولد ياخد من الباقي 9، فهي وهي أنثى أخذت أكثر منهم. مات رجل وترك زوجة وترك بنت وترك أم وأخت وترك عمًا ذكرًا أهو، أم نعطي للزوجة الثمن ونعطي للبنت النصف ونعطي للأخت الأم نعطيها السدس والبنت تأخذ الباقي، وسبحان الله الراجل العم ده ما ياخدش حاجة، يبقى النساء كلهم خدوا والراجل ما خدش، يبقى أين ما هو ضد المرأة؟ إذن فهناك 31 صورة هكذا تأخذ النساء ولا يأخذ الرجال، تأخذ النساء أكثر من الرجال، تأخذ النساء مثل الرجال، أو تأخذ النساء أقل من الرجال، أو تأخذ النساء نصف الرجال. إذن فعندما نأتي بحالة من 5 حالات ونعممها فهذا ظلم بين. بعد الفاصل نستمر في شرح نظام الإسلام المعجز في الميراث. بسم الله الرحمن الرحيم. الميراث في الإسلام يورث 10 من الرجال ويورث 7 من النساء، وهؤلاء هم الورثة. فإذا لم نجد واحدا من هذه المجموعة فإنه يرث أولو الأرحام من الخالة وأبناء الخالة ونحو ذلك، وقبل وإذا وجد واحد من هذه المجموعة 17، 10 رجالة أو 7 نساء فإنه يأخذ منه. وهناك بعض هؤلاء يحجب بعضا، يعني يمنع من ميراث بعض من غير تحيز ضد أحد، وإنما بترتيب يتفق كما قلنا مع مسألة التكليفات المالية الأخرى كالنفقة كالمهر كالديات التي يكلف بها كل شخص في الحياة الاجتماعية، ومؤدى هذا في النهاية التكافل والتكاتف الاجتماعي الذي يكون بين الناس. والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، فالابن وابن الابن مهما نزل، والجد والأب والجد وإن علا. إذن فعندنا الابن والحفيد، وعندنا أيضا الأب والجد، لكن الجد لا يأخذ شيئا مع وجود الأب، والحفيد لا يأخذ شيئا مع وجود الابن، ولذلك بعضهم يحجب بعض، إما حجب حرمان وإما حجب نقصان. فالابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فافهم مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء 10.
والوارثات من النساء سبع، لم يعطي أنثى غيرهن الشرع. بنت وبنت ابن وأم مشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. 17 إنسان، منهم 10 من الذكور ومنهم 7 من الإناث. وهناك كلمة المعتق والمعتقة، لم يعود هناك رق في العالم والحمد لله، وكان الشرع يتشوف للعتق ويتشوف لإنهاء الرق، ولذلك وافق المسلمون في سنة 1852 العالم كله في إلغاء الرق، فلم يعد هناك معتق ولا معتقة يستوجبون الميراث. فأصبح عندنا 15 رجل وامرأة، 9 من الرجال و6 من النساء، مجموع 15، لأن المعتق والمعتقة لم يعودا معنا الآن. هذا النظام المبهر الذي لا مثيل له في الأرض جعل كثيرا من غير المسلمين الذين عاشوا مع المسلمين يطلبونه، ويطلبون أن يتحاكموا إلى قاضي المسلمين من أجل أن ينفذ عليهم أحكام الميراث التي لا توجد في شرائعهم أو التي تركت للناس. فمثلا في إنجلترا يرث الابن الأكبر، أو يرث من يوصي إليه صاحب المال. وفي أمريكا قد تورث الكلاب وبالوصية، يعطي ابنه من المليارات التي معه 10 مليون، والمليارات الممليرة هذه تذهب إلى رعاية كلب أو قطة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أظن أن الإسلام أحلى وأغلى وأعلى من هذه الطراهات. كثير ممن عاشر المسلمين من غير المسلمين في كافة أركان الأرض، من طنجة إلى جاكرتا ومن غانا إلى فرغانا، ترافع إلى المسلمين من أجل أن يطبقوا عليه هذا النظام المذهل، هذا النظام المعجز. وهناك من ألف في جهات الإعجاز في الميراث، منهم الأستاذ الدكتور رفعت العوضي، ألف في إعجاز الزكاة ونظام الزكاة، وألف من الجهة الاقتصادية في إعجاز الميراث وجهات الميراث. إذن تحولت الشبهة التي كانت ضد الإسلام إلى شيء معه، وهكذا أبدا. كلما أتوا لشيء ينقضون بها الإسلام فإذ بهم يقعون فيه، كما حرموا علينا الطلاق ثم وقعوا فيه وجعلوه مدنيا، أو أنهم يلجؤون إلى الإسلام لما فيه من السماحة والإتقان والإحكام. لا ريب إنه من عند رب العالمين، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.